صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه. ثم أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه وتقدم أن بعضهم جعل إسلام إسلامه أسبق من إسلام أبي بكر رضي الله عنه. وتقدم الجمع بين الأقوال بأنه أول من أسلم من السبيان وأن أبي بكر أول من أسلم من الأحرار البالغين وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

كان سنه كان سنه لما أسلم سيدنا علي على في عمره ثمان سنوات كان سنه ثمان سنين وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه يدعمه ويقوم ويقوم بأمره لأن قريشان كان أصابهم قحط شديد Wakana Abu Talib kasir al-iyal. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li ammih al-abbas radiyallahu anhu. Inna akhaka Abu Talib kasir al-kasir al-iyal. Wa nas fi ma tara min ashidda. Ash Fan talik bina ilahi. Fal min iyalihi. Ta'khud Ta anta wahidan wa ana wahid. Faja'a ilahi. Wa qala lahu. Inna nuridu an nukhafif anka min iyalik. Hatta yang kashif anin nasi ma hum fih. Fakala lahum lahum Abu Talib. Ida tarok ta ida mali akilan wata liban fasna a ma shi tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam alian fa dom ma hu ilaihi wa a khada alabbas ilaihi wa taroka la akilan wata liban. Fa lam aliyun ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kwa tawalla tasmiya ali an nabiyu sallallahu alaihi wasallam biya nafsi. Wa ayaman min rikihil mubarak ya musuhu lisanuhu. فَأَنْ فاطمه بنت اسد ام علي رضي الله عنها انها قالت: لما ولدته سماه صلى الله عليه وسلم عليا وبصق في فيه ثم ان ثم انه القمه لسانه فما زال يمسه حتى نام قالت فلما كان من الغد طلبنا له مردئه فلم يقبل ثدي احد فدعونا محمدا فالقمه لسانه فنام فكان كذلك ما شاء الله تعالى. وعنها رضي الله عنها انها ارادت في الجاهليه ان تسجد لهبل وهي حامل بعلي رضي الله عنه. فتقوس في بطنها ومنعها من ذلك. وكان علي رضي الله عنه اصغر اخوته فكان بينه وبين اخيه جعفر عشر سنين وبين جعفر واخي اكل كذلك وبين اكل واخيه طالب كذلك. فكل واحد اكبر من الذي بعده بعشر سنين. فأكبرهم طالب ثم عكيل ثم جعفر ثم علي وكلهم أسلموا إلا طالبا فإنه اختطفته الجن فذهب ولم يعلم إسلامه وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال لأكيل رضي الله عنه أحبك حبا لقربتك وحبا لما كنت لما كنت أعلم من حب عمي إياك نعم هذا فضل سيدنا علي كثيرة علي كرم الله وجهه عليه السلام الله كان محبوب عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومقرب عنده هذا في ليله فتح خيبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أُعطينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله الصحابه كانوا ما يحبون الاماره ومنهم سيدنا عمر قالوا ما تمنينا الاماره الا في تلك الليله لانها شهاده من النبي محمد صلى الله عليه وسلم بان هذا الرجل يحب الله ورسوله وأعظم من هذا الله ورسوله يحبه أعظم شهادة هذه شهادة من من لا ينطق عن الهوى لهذا سمي سيدنا علي كرم لذا ذكر كل رضي الله تعالى عنه لكن سيدنا علي يقول كرم الله وجهه ليه؟ لأنه لم يسجد لصنم قط حتى وأمه حاملا به لو أراد أن تمس صنم يعترض في بطنها فلا تستطيع أن تصل إليه هذه من قبل سيدنا علي كرم الله ثلاثمائة وستين آية في القرآن نزلت في سيدنا علي بن أبي طالب ثلاثمائة آية نزلت في سيدنا علي بن أبي طالب وخصها الله عن جميع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسبعين خصوصية ليست في غيرهم بقية الصحابة هذه الخصوصية تدل على التقديم وتدل على التكريم من رب العالمين ومحبة سيد المرسلين له صلى الله عليه واله وسلم لهذا كان هو اقدم المسلمين وصلى وسجد لله قبل ان يسجد أحد له احد بعد سيدتنا خديجة اول ما اسلم سيدنا خديجة فعرض الاسلام على سيدنا علي اراد ان يشاور ابيه ابو طالب فقال او فيك اشاور يا رسول الله في الحال بادر الى الاسلام سيدنا بكر الصديق كان بعده لهذا قيل من البالغين سيدنا بكر لكن هو على هذا الترتيب اسلم سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد سيدنا علي كرم الله كرم الله وجهه نعم وشهد له النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالفضل العظيم وقال من كنت مولاه فعلي فعلي مولاه نعم فلهذا اثنى عليه صلى الله عليه وسلم عندما زوجه سيدتنا فاطمه الزهراء البدول التي هي سيدة نساء العالمين وقال لها صلى الله عليه وسلم زويتك سيدا شهاده بالسياده من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس سيد في الدنيا قال سيدا في الدنيا والاخره حتى في الاخره سيدا قال نعم رضي الله تعالى وكرم الله وجهه نعم فعمره ثمان سنين وقد صلى لله وسجد لله فخصها الله بخصوصيات لم تكن لأحد من الصحابة نعم يعني دون البلوغ وتربى هو أصلا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم على عندما وقعت القحط في مكة كان أبو طالب كثير العيال فأراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول عمه العباس نريد أن نساعد أبو طالب في عياله فإن الحالة صعب والقحط قد عم البلاد فذهب إليه وقال لهم إن تركتما لي طالب وعقيل فاصنعهما ما شئتما فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي وقف له ورباه في بيته واخذ سيدنا العباس سيدنا جعفر بن ابي طالب وكان اصغر اولاد ابو طالب سيدنا علي كرم الله وجهه كان هو اصغر الاولاد فكان ذلك سببا في كانه في حجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنشا من صغره في حجر النبي صلى الله عليه وسلم كما يتربى الابن في حجر ابيه هذا سيدنا علي كرم الله وجهه تربى فيها في حجر النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، نعم. حتى نظره وملاحظته له من عاد ولا طفل من حين ما خرج من بطن امه. كما ذكرت ذلك من يقول فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم امي بعد امي. سيدنا فاطمه بنت اسد يقول فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم امي بعد امي. هي ام سيدنا علي كرم الله وجهه. يقول فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم امي. بعد أمي فهي ربة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كفله أبو طالب عمه الشقيق الشفيق أبو طالب كان آه فقال من سمى علي من أين هذا الاسم هذا قال الذي سماه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى علي من صغره عليه رعاية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم آه فربّه وغذّه وأطعمه أول ما باشر جوف سيدنا علي هو ريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا عرض عليه حد للرضاعة يأبى الرضاعة فيأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يطرح به لسانه فيمص فيغتنى بذلك عن الطعام والشراب جلس ذلك زمن يغذيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ريقه الشريف فكيف ما بينطق بالحكمة وقد اختلط ريقه بريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم واختلطت محبته بين لحمه ودمه فإذا جاء وصاح من الجوع ألقمه لسانه وصق عليه سكت واغتنى بذلك عن الطعام والشراب بريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوكي. إذا مص لسانه شبع ونام كرم الله وجهه من صغره هذا قال هاتوا له مرضعه يمكن هذه المرضعه ما فيها لبن هذه جابوا له مرضعه اخرى فيها ما قبل لبنها فإذا صح نادوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا سيدنا علي الرضيع رضيع يبصق عليه ويلقمه لسانه فيمصه يبص لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيشبع ويسكت كرم الله وجهه هذه خصوصية ما كانت لأحد من عاد رضيع وكذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرعاه وينظر إليه وهو الذي سماه بهذا الاسم الجميل هذا علي هذا ويسمى أيضا حيدرة هذا لما كان له من الشجاعة والقوة لأن حيدر هذا من اسم الأسد من اسماء الاسد. اه. لما كان له من القوه والشجاعه. ولهذا سمي حيدرة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم سماه علي. هذا. آه. نعم. كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وارضاه. فاحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبا لم يحبه لاحد. ولهذا اصطفاه عندما خطب كثير من الصحابه الكبار ابو بكر وعمر. خطب سيدنا فاطمة فألا. رب العالمين الله أمرني أن أزوجها لعلي فاصطفى لها سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة نعم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين كلهم ذلك بلغوا هذا الفضل العظيم ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم كان هكذا عندما أبو طالب هذا يولد له بعد كل عشر سنوات مولود أبو طالب هذا الأكبر ثم بعده من آه عقيل عشر سنوات ما جاء جعفر عشر سنوات ثم جاء علي آه. كرم الله وجهه هكذا اختص هذه الخصوصية العظيمة من هذا الصحابي الجليل، وأجمع على فضله أهل العلم كلهم، والصحابة كلهم، خصوصا بعد ما رأوا من شجاعته في من كان يعدل بجيش، وهو عمر بن عبد ود، يعدل بجيش، رأوا من شجاعته من يبارز، سكت، لأنهم يعرفون أن هذا يعدل بألف فارس. قال: أنا له يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يفجع فيه كما فجع فيه سيدنا حمزة في غزوة أحد. فإنه بكى عليه بكاء شديد. فلما كان ذلك ورأى حرصه ورغبته في ذلك أذن له. لكن جاءه وعممه بعمامته الشريفة صلى الله عليه وسلم وهذا هو سند الخرقة <applause> سيدنا أنا. ايه الخرقة هي من النبي صلى الله عليه وسلم عممه بعمامته الشريفة وخرج فاعتلى الغبار حتى سمع التكبير عارفوا أن سيدنا علي كرم الله هو الذي في غزوة خيبر عندما قتل شجعانهم وفرسانهم الذي كل واحد يعاد بالجيش ثم خلع باب خيبر الذي ما استطاع أربعين من الصحابة حمله وأخذه بيد واحد يتترس به علم هذا أنه رجل ليس بالعادي وأنه رجل له قوة من الله سبحانه وتعالى موهبة له وكل الصحابة أقروا بفضل سيدنا علي حتى سيدنا عمر رضي الله عنه يتعوذ قال اللهم اني اعوذ بك من معضلة ليس لها ابا الحسن عشان. الحمد لله قال ان حلاش عندنا سؤال وعندنا اشكال حله لنا سيدنا علي ولو كان موجود مصيب هذا كان سيدنا عمر يسال الله ان يكون تكون وفاته قبل وفاه سيدنا علي ليه؟ لانه ما وقع في مشكله ولا معضله الا وبادره سيدنا علي بحلها بفهم من القرآن وبفهم من كلام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عليه سلام الله وعلى أهل بيته تم وسبب إسلام علي رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خديجة رضي الله عنها وهما يصليان سواء فقال ما هذا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: دين الله الذي دين الله الذي اصطفاه لنفسه وبعث به رسله فأدعوك الى الله وحده لا شريك له والى عبادته والى الكفر بالله والعزى فقال علي رضي الله عنه هذا امر لم اسمع به قبل اليوم فلست بقاد امرا حتى احدث ابا طالب وكره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يفشي عليه سره قبل ان يستعلن امره. فقال له يا علي إذا لم تسلم فاكتم هذا فمكث علي ليلته ثم إن الله تبارك وتعالى هداه للإسلام فأصبح غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم على يده وذلك في اليوم الثاني من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم هو وخديجة رضي الله عنها وهو يوم الثلاثاء كما في سيرة الدمياتي لأن لأن صلاته صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها كانت آخر يوم الاثنين وكان علي رضي الله عنه يخفي اسلامه خوفا من ابيه الى ان اطلع عليه وامره بالثبات عليه فاظهره حينئذ وفي است الغابه لابن الاثير ان ابا طالب راى النبي صلى الله عليه وسلم وعليا رضي الله عنه يصليان وعلى وعلي يمينه فقال لجعفر صلي جناح ابن عمك فصلي على يساره فاسلم جعفر رضي الله عنه وكان اسلامه بعد اسلام اخيه علي رضي الله عنه بقليل وكان إسلام علي رضي الله عنه قبل بلوغه الحلم بل كلا إن عمره حينئذ ثمان سنين وكلا عشر ومما كتبه علي رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه محمد النبي أخي وصهري وحمزة السيد الشهداء عمي وجعفر الذي يضحي, يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وعرسي مشوب لحمها بدمي ولحمي وسبت احمد ابناي منها فمن منكم له سهم كسهمي سب سب سبقتكم سبقتكم سبق 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 الى الاسلام تُرًّا صغيرا ما بلغت اوان حلمي اوان حلمي هذا سيدنا علي عندما خرج وبقى عليه معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه هذا يذكره هذا لماذا تقاتل ولماذا خريت ها؟ أه؟ بأسلوب فيه اللطافة وفيه كمال الأدب وفي التقدير لمن يخاطب ما فيه أي شتم ولا فيه أي شيء لماذا تقاتل أما تعرف من تقاتل أنت أما تعرف من تحارب يذكره ما قاله يذكره فقط أشياء هي حاصلة، فما تعلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخي كيف أخي النبي صلى الله عليه وسلم عندما آخ بين المهاجرين والأنصار كان قد أرسل سيدنا علي في حاجة ثم لما رجع يقولون الصحابة فاتك خير كبير يا علي إيش فيه قال آخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وانت ما حصلت هذا ما, ادركت هذا فبكى سيدنا علي وعندما راه احتضنه وضمه اليه وقال اما ترضى ان اكون اخاك فاخى فجعل اخوه بينه وبين سيدنا علي فلهذا قال اخي لان محمد اخى بينه وبينه فجعله من نفسه فجعله من نفسه اخي لهذا عندما آه يا نصارى نجران قال بنو باهل قال بنو باهل الكاذب تنزل عليه اللعنة من الله والعذاب من السماء فلما قال تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا سيدنا الحسن والحسين ونساءنا ونساءكم دعا سيدنا فاطمة الزهراء وأنفسنا وأنفسكم دعا من نفسه دعاء سيدنا علي هذا انفسنا هذا من نفسي هذا هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم فلما راى راى صار نجران كبار السن علماء في الانجيل خافوا قال هذه الوجيه الا الا هذه الوجيه لا تكون على باطل هذه الوجيه لو دعت علينا لهلكنا كلنا فخافوا ألا من المباهلة وهربوا من المباهلة ولم يباهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال والله لو لو باهلنا لنزل علينا العذاب لأنهم يعرفون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم على على الصدق والحق وهم على الباطل والضلال نسأل الله العافية وسلم قال أخي فهو أخو ومن نفسه صلى الله عليه وسلم وصهري لأنه زوجه ابنته بأمر من الله سبحانه وتعالى ثم قال أمات وحمزة والعباس ألا من هؤلاء؟ قال حمزه سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يضحي ويمسي قال محمد صلى الله عليه وسلم يطير بجناحين مخضبتين بالدم ابدله الله بدل يديه التي قطعت في غزوه موته بجناحين يطير بهما في الجنه هذا الذي اخبر عنه تدرون من هذا؟ هذا اخي اخي الاكبر يطير مع الملائكه ابن عمي النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فإذا فإذا أثناء خطبته يقطعه ويقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحجب بعد الخطبة لقد سمعنا منك كلام قال نعم مرة بجعفر قال وهو يطير مع جماعة وقد ابدله الله جناحين يطير بهما في الجنة. فاشتاقت روح سيدنا جعفر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما التذت لان رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعظم من نعيم الجنة. اعظم من نعيم الجنة. فأراد ان يتزود من نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء ترك الجنان التي يطير فيها وجاء الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسلم عليه. محبه وشوقا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبنت محمد اتي فاطمه الزهراء البتول سيده نساء العالمين سكني وعرسي الا على سكون عليها مشوب لحمها بدمي ولحمي بنت عم بن عمي الا فهي اختلطت محبتها بلحمي ودمي سيدنا علي كرم الله وجهه وتدرون من افضل الشباب وصبت أحمد ابْنَايَ منه الذي شهد لهم النبي محمد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ليس من شباب أهل الجنة سيدا شباب أهل الجنة إذا ما تعرفون هذه كلها هذا قليل الذي ذكرت لكم فمن منكم له سهم كسهم حد له هذا فكيف تخرجون من خصه الله بهذه الفضائل كيف تخرج وكيف تشر سيفك على من فضله الله عليك وعلى من جعلك مولى له من مواليه بقول من كنت مولاه فعلي مولاه كيف تشر سيفك ايش الجرأة التي عندك هذه اما تتقي الله اما تخاف الله أه؟ فذكره بهذه الفضائل لعله ان يندم وان يرجع ثم قال سبقتكم الى الاسلام طرا صليت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع أمي خديجة وعاد ما حد صلى ولا سجد لله سبقتكم للإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي على هذا هذا ذكر في بعض الروايات ثمان سنين وفي بعض الروايات عشر سنين عاد ما بلغ سيدنا علي وقد دخل في الإسلام وكان يستر إسلامه عن أبيه خافتاه أن يرد قال فلما رأى يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال اثبت على ما أنت عليه مع ابن عمك اثبت أيده على الدين دين هذول باطل شوفوا اثبت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذات مرة مع سيدنا علي وسيدنا علي عن يمينه فقام جعفر بن أبي طالب ينظر إليهما ورأى أبو طالب جعفر ينظر قال ما بالك تقف لماذا لا تجلس في الجناح الثاني مع أخيك تصلي مع ابن عمه فعلم جعفر أنه والده يريد منه الدخول في الإسلام لأنه طريق سيد الأنام وطريق السلام والأمان فلما رأى ذلك دخل في الإسلام سيدنا جعفر وصلى بجانب أخيه يعني فهو من السابقين الأولين كذلك سيدنا جعفر بن أبي طالب من السابقين الأولين ومن الذين هاجروا إلى إلى الحبش الهجرة الأولى والهجرة هاجروا إلى الحبش عند الملك الصالح نعم فلهذا كان أن سيدنا أبي طالب عندما أعطاه الله الخلافة على الأمة نعم ف... ومعه سر النبوه. قالوا يعني ما بديتم فينا الخلافه والنبوه. هذا اتعبوا سيدنا علي. ولم يفهموا الحق، فالحق مع سيدنا علي. وكل من قاتله فهو على باطل. وكل من خرج عليه وان كان من الصحابه رضي الله تعالى عنهم. وان كان من امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. فهم على باطل. فالحق لا يكون إلا مع علي والحق مع علي يسير حيث سار فهو القرآن الناطق فهو أوحد علماء الناس وما علم ابن عباس إلا ذرة من علم سيدنا علي كرم الله وجهه ها؟ الذي يوصف بالعلم الغزير سيدنا عباس من أين لك يا ابن عباس هذا العلم من أين لك يا ابن عباس من إيه جبت العلوم هذه قال من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه هكذا كان ينصفون الحق ويذكرون الحق لأهل الحق هل يذكر الحق ألا ولا ينقص في قدر أحد لكن يذكر الحق وينسب لأهله بعض الناس يعرف الحق لكن لا يذكره لا يذكر الحق وينسب لأهله ولكن لا تنقص من قدر أحد كن على الصراط المستقيم لا تنقص من قدر أحد آه. واذكر الفضل لأهل الفضل وعرف الحق لأهل الحق واسلك معاهم حيث ما ساروا سر وراهم فإنك تبلغ الأمان وتبلغ كل خير في الدنيا وفي الآخرة الله يسلكنا بهم ويحيينا على محبتهم ويحشرنا في زمرتهم في عافية وسلام تمام قال البيهقي هذا الشعر مما يجب على كل متوان في علي رضي الله عنه حفظه ليعلم من فاخره في الإسلام وزعم المزني وصوبه الزمخصري أن عليا رضي الله عنه لم يقل غير بيتين هما تلكم قريش تمناني لتقتلني فلا وربك ما بروا ولا ظفروا فإن هلكت فارهن ذمتي لهم بذات ودكين لا يأفو لها اثر ذكره في القاموس قال الزرقاني وهو مردود بما في مسلم في غزوه خيبر من قول علي رضي الله عنه مجيبا لمرحب اليهود. مرحب هذا من فرسان خيبر اليهود هذول الذي كانوا يعتزون بهم حارثه ومرحب كل واحد منهم يعد بالجيش يعني لقوته يغزو جيش كامل. حارثة ومرحب أهلا فما ذكره المازني وصوب الزمخشري هذا غير صحيح هذا غير صحيح ولم يقل به أحد ممن قبلهم ولا ممن بعدهم لأنه له الشعر الكثير وله الأبيات الكثيرة التي تواترت عن الثقات عن الثقات إلى أمير المؤمنين كرم الله وجهه، وهذا الأبيات التي اشتهرت عنه عندما خرج هذا حال، فأقتله سيدنا علي، ثم خرج له مرحب، ألا؟ فقال من مبارز خرج له سيدنا علي كرم الله وجهه، قال من عرفني على نفسك من أنت؟ قال السيف يعرفك، <applause> إيش بس تستفيد منه؟ قال سمي نفسك، قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة من أسماء الأسد كالليث غايات كريه المنظرة، أنا كريه الصورة لكنها شديد على أعدائه، وفيهم بالصاع كيل السندرة، السندرة من أسماء لا من أسماء الحنطة من أسماء القندوم قالوا سندرة مثل ما توكال السندرة أي أقطع رؤوسهم ألا فازداد غضبه فأراد فضرب ضربة واحدة فشقه نصفين حتى أنه من قوة ضربته سيدنا علي كرم الله وجهه لم يشعر لم يشعر أنه يضرب حتى أنه قال لم تؤثر في ضربتك فلما تحرك فإذا هو ينفلق نصفين ما شعر من حدة سيفه وقوة ضربته ما شعر قال لم تأثر فيه فلما تحرك فهي تنفلق نصفين خافوا من هذا ففي غزوة خيبر على شأن سيدنا علي علوا كبيرا وعظم في عين جميع الصحابة ما من صحابي إلا وينظروا بعين الجلال والمحبة لما حصل له من هذا المظهر العظيم في القوة وفرسان الشجعان حقهم كلهم بارزهم وقتلهم وأخذ باب خيبر الذي هو من ثقله لا يحمله حتى أربعين رجل أخذه بيد واحدة والمنقبة العظيمة التي أعطى إياها النبي محمد غدا قال لما أصبح الصباح قال أين علي قال به رمد عينه تأذيه قال نادوا عليه فجاء سيدنا علي يقوده أحد هكذا لأنه كان في عينه رمد فبصق عليه ما لم ترمد عيني سيدنا علي بعد ذلك أبدا هلا نظروا ستة على ستة إلى أن انتقل إلى الأعلى ببركة بصاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم لما بصق عليه أعطاه الراية أعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فعقد له اللواء ووقع الفتح على يده كرم الله بعد هذا وبعد هذه الغزوة وبعد هذه الوقعة فصار الصحابة عرفوا من هذا علي بن أبي طالب عرفوا أنه محبوب النبي ومحبوب رب النبي سبحانه وتعالى كلنا نحب الله ونحب رسوله لكن قال لا يحبه الله ورسوله هذه كرامة ما عصيت لأحد والشهادة وضعها سيدنا علي كرم الله وجهه على رأسه وبشارة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يفتح على يديه وأن النصر يكون على يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكرم الله وجهه ونفعنا به وبأسراره وأنواره وعلومه في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة تم وروى زبير بن بكر في عمارة المسجد النبوي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال علي رضي الله عنه لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقائدا وما يرى عن التراب حائدا ولم يتقدم هذا كلها الأبيات ذكرها حتى يعلم أن هذا ما ذكره أنه ليس من الأبيات إلا هذه هذا كله ليس له أصل ألا فالقائل هذا ألا أخطأ في قوله فلهذا ذكر هذه الشواهد كلها من أشعار سيدنا علي كرم الله وجهه ولم يتقدم من علي رضي الله عنه شرك أبدا لأنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كفالته كأحد أولاده تابعه في جميع أموره وفي الحديث ثلاثة ما كفروا بالله قد مؤمن من آل ياسين وعلي بن أبي طالب وآسيا إمرأة, فر... إمرأة فرعون yeah. وفي حديث آخر سباق الإسلام ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين حزكيل مؤمن آل فرعون وحبيب النجار صاحب ياسين wa ali bin abi talib radhiyallahu anhum wal murad min adami kufri annahu lam yasjud lisaamin qat wa taqantum anna abu bakr radhiyallahu anhu gadalik walamma ali ma abu talib islam ya ali radhiyallahu anhu wa salatihi ma anabi sallallahu alaihi wasallam qala li ali radhiyallahu anhu ay bunayi ma hadha alladhi anta alayh fa qala ya abati amantu billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa saddaqtu ma jaa bihi wa dakhaltu ma'ahu wattaba'tu fa qala lahu Amma annahu lam yad'uka illa ilal khair falzamhu. Wa yudkaru anhu annahu kana yakul. Inni la'alamu ma yakuluhu ibnu akhi lahakkun. Walau la'anni akhafu an tu'ajirani nisa'u kuresh lataba'tuh. Wa an ibn ishaq anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idha hadrati salah kharaja ila syi'abi makkah. Wa kharaja ma'ahu Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu mustaghfiyan min qawmihi. Fayusalliyani fiha. Fa'idha amsaya raja'a kadhalik.

Inni la astati'u anu fariqa dina aba'i wa makanu alaih. Wa fi riwayah inna hu qala lahu ma billadhi takul min ba's. Walakin wallahi la ta'luni isti abadan. Wa hadha yang ayyakuna sadara minhu qabla ayyakula libnihi ja'far. Salli junah ibn ammik. Wa salli ala yasarihi lama ru'an nabiya sallallahu alaihi wasallam sallam yusalli wa aliyan ala yaminih. Lakin yirwa'an Ali radhiyallahu anhu anna dhahika yauman wa huwa alal al mimbar. Fasu'ila an dhalik. Faqal, Tadakkar tu Abu Talib hina furidati salah. Ia ni bil qada wa rakaten bil ashi. Warani usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Fakal ma hadal fi'lu ladhi ara. Falam ahbarnahu kal hadha hasan. Walakin la af'alhu abadan. Lianni la uhibbu an ta'aluni usti. Falam ma tadakkar tu hu al-an dohiktu. Watakad damal kalam ala Abu Talib. Farji ilahi in syikta. Wa manakibu alihi wa fadailuhu radiyallahu anhu. أفردت بالتأليف كبكية العشرة فلا حاجة إلى التطويل لا حاجة إلى التطويل على هذا يعني سيدنا علي كرم الله وجهه تأليف ألفت هذا تأليف ألفت خاصة في مناقب سيدنا علي وكل ما قيل فيه قليل في حقه كرم الله وجهه لأنه علومه لم يطلع عليها أحد لانه ما وجد من ياخذ عنه. هذا كثير من العلوم مات وهي في صدره كرم الله وجهه. ولو صفا له الزمان والاوان والوقت لاظهر علوما جمه. لو جاء اهل التوراه بتوراتهم واهل الانجيل بانجيلهم واهل الزبور بزبورهم واهل القران بقران وسالني كل واحد عن مسالته. لما تحركت عن مجلسي هذا. فأجب كل واحد وانا في مجلسي هذا. رضي الله عنه. بما اعطاه الله من العلم الغزير. علم غزير، بحر لا ساحل له. كرم الله هذا كله ببركة ريق النبي ايش غذاءه؟ ما الذي غذاه في الصغر؟ ريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على. فيه كل الفيتامينات والبروتينات الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة. فلهذا حاز سر النبوه ولا ولا هذا لم يصل له زمن الخلافه فخرج عليه بعض البغاه الذين ما سلكوا طريق الحق ولا عرفوا الحق ولا علموا ان الحق مع علي يسير حيث سار حيث ما كان اي فرقتين اختلفتا وعلي في فرقة فعلم ان الفرقة تلك هي فرقة الحق حيث افترق الناس فرقتين انظر لعلي اين هو فان الفرقة التي فيها علي هي على الحق هي افضل الفرق هي خير الفرق لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الحق مع علي حيث سأل الحق مع علي قال وإنك لتقاتل أحد أمهات المؤمنين قال إذا أكون خاسر يا رسول الله إذا أكون أنا هالك يا رسول الله قال لا تقاتله وأنت على الحق وأنت على الحق فكل ما جرى بين أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسكت وأجر الاجتهاد نثبت لكن يجب علينا أن نعتقد أن في تلك الفتنة الحج مع سيدنا علي كرم الله وجهه يجب على كل مؤمن ألا أن يعتقد أن ما حصل في ذلك الزمان من الفتن أن الحج مع سيدنا علي في جميع أفعاله وأقواله والفرقة التي معها سيدنا علي هي فرقة الحق وهي فرقة ومن خرج عنه وكان من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحسن الظن ولعله ذلك باجتهاد لكنه على خطأ. واخطأ في خروجه على محبوب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آه ولم يصب الحق. لكن نمسك ألسنتنا عن الخوض في الكلام عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آه وأما نذكر فضائل المعظم قدره محبوب النبي سيدنا علي كرم الله وجهه هذا ونذكر الحق ونذكر المناقب وننسب الحق لاهل الحق ونذكر فضائل اهل الحق هذا من الحق ونعتقد انه هو على الحق هذا من الحق بل ونخبر من لم يعرف ان يعتقد ذلك لكن نمسك السنتنا عن الخوض في الباطل وعن سب اي احد عرفنا انه من اصحاب النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم تعظيما وتكريما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والله يحينا على محبتهم ويحشرنا في زمرتهم ويتوفانا على محبتهم في عافيه وسلامه فهم القوم الذين عاشوا على المحبه وغذوا بالمحبه فالله يجعلنا من اهل المحبه ويرزقنا محبتهم ويرزقنا كمال الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكمال المحبة له صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته ولأصحابه ويرزقنا التخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه وأهل بيته وأصحابه ويوفقنا لما يرضيه عنا ويبعدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ويرشدنا إلى طريق الصواب ويلهمنا الحق والصواب في الحركات والسكنات والأقوال والأفعال ويجعل أقوالنا كلها صواب وأفعالنا كلها صواب مسددة ابتغاء مرضات الله وابتغاء محبته صلى الله عليه واله وسلم وعلى كليه صالحه جامع خيرات الدنيا والاخره وسلم والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. سنه رحمه الله. اللهم اجعلنا من اول اولى الى اخر مسلمتين ويا رحمه. ومن حاضر يقول من رحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين